السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ واهلا بيكم وفيديو جديد من فيديوهات مطبخ فطومة. النهاردة هنعمل مع بعض اكل عادي، بس حبيت برضو ايه تبقوا معايا وانا بعمله. النهاردة هطبخ، هعمل لوبيا وهعمل فراخ ورز، يعني حاجة كده عادية يعني. بس احنا زهقنا بقى من الحاجات النواشف، قلنا ايه عايزين نطبخ النهاردة بقى كده. والشتا انتوا عارفين الطبيخ في الصيف مش محبوب، بس في الشتاء بيبقى حلو يعني بيدفي. معانا النهارده بقى ايه؟ فرخه ايه غسلينها كويس قوي ونقعاها ومصفياها وشطفوها، ولوبيا اهي منقياها ونقعها، حط عليها ميه عشان احطها على النار. ودي طماطم طبعا عاملاها في الغربه في الخلاط ومصفياها، واهم حاجه تصفي الطماطم وانت بتطبخي تصفيها عشان القشر بتاعها ده بيبقى مش حلو. وبصل متقطع صغير، وده توم. ودلوقتي نشوف مع بعض هنعمل ايه. دلوقتي حطينا اللوبيا على النار اللي بتستوي بتغلي اهي، ودلوقتي هنحط الفراخ. ميه بس بتغلي اهي، كانت بتغلي انا وطيت عليها. بسم الله نظبط بقى كده الدنيا. بسم الله الرحمن الرحيم، نحطها بقى. كده بقى ايه الحاجات بتاعتها، الكبدة والحاجة بتاعتها تحطهم برضو، الأطفال الصغيرة تحب تاكلها اهو. تغلي نحط لها بقى حاجتها اللي هي البصل والحاجة اهو. هنا معانا السمنة اهي على النار، نحط بقى البصل عشان ايه اعمل تسبيكة اللوبيا. ننزل بسم الله الرحمن الرحيم. حطينا بقى البصل اهو اتحمر، كل حاجة على عين كده عشان ايه نخلص. هيتحمر، ده هيحمر طبعا شوية، يعني ايه بصلة الطبيخ يعني متبقاش متشوحة بس، لا بتاخد لون، بتاخد لونه. وهننزل عليه بقى بالطماطم. كده بقى ايه الفراخ مستنيينها تغلي عشان نحط لها الحاجة بتاعتها. كده بقى البصل اهو بيتحمر، خليه. الفراخ غليت اهي، نحط لها حاجتها. معانا بصلايه، بصل، وادي جزر، معانا جزر، ورق لوري، فلفل، ملح، كل الحاجات دي، التكات والحركات بتاعه الشوربه. وطبعا ما ننساش مرقه الدجاج عشان تنكه الشوربه. اسمعوا كلام الشربيني، طب اللي يقول لكم كده، لكم مرقه الدجاج بتدي طعم ونفس. بس ونقدم ونقلبها، قصدي نقلبها بقى، ننزل بهارسها الشوربه بتاعتها. نقدمها كده طبعا، تحطي نحط الفراخ على بطنها عشان الصدر هو اللي بياخد سوا اكتر. بس كده نغطي بقى عليها، نغرب شويه عشان ما تفرش. بسم الله بقى مع نفسها، نوطي شوية عشان طبعا الفراخ ما بتاخدش سوا عشان تستوي كويس من جوه. نوطي عليها حبة كده بس، تبقى كده اهو هي هتستوي كويس بقى. ودي رجعنا تاني اهو للبصل، قرب خلاص يكون حلو. نحط بقى عليه الطماطم اول ما يوصل للون اللي انا عايزاه. كده احنا وصلنا للون المطلوب اهو، نحط بقى الطماطم. بسم الله الرحمن الرحيم، نحط كمان الثوم المهروس اهو عشان يديها. تعرفين طبعا اي تسبيكة اكل طبيخ لازم نحط لها الثوم، تديها طعم وريحة، ما بيبانش ريحة الاكل غير بالثوم. طبعا اللوبيا من الحاجات الحلوه دي، اللوبيا دي بلدي اللي مع نفسها وتتسبك. وهنا الفراخ اهي بتستوي، اللوبيا بتستوي. نخلص الحاجات دي ونعمل الرز سوا. كده بقى اهي اتسبكت الصلصه خالص اهي، نشفت. سيبها لحد ما تنشف خالص خالص، يبقى فيها سمنه بس عشان ما تبقاش فيها ملزازه كده، تبقى حلوه طعمها حلو. وكده دلوقتي هنضيف لها بقى الشوربه
والتوابل. حط لها بقى ايه الشوربه هنا خلصت والفراخ انا دخلتها الفرن تتحمر اهو 3 كبشات شوربه. هاخد بقى من البهاريز اللي فوق الوش دي 3 كبشات شوربه كده وكوبايه ميه. ما تحطيش كله شوربه، عايزه ازودي كله شوربه زودي، بس عشان ما تبقاش القطع يعني صفصه يعني صفرة. كوبايه ميه اهي، نحط لها حبه فلفل ملح بقى وكمون طبعا هنحطهم على بعض زي ما قلت قبل كده اهو. ما نكترش قوي، تغلي بقى ونحط ايه اللوبيا. دلوقتي هنعمل الرز، معانا رز اهو منقينه يوم مغسول حلو مغسول كويس اوي لحد ما النشا بتاعه كله نزل. والشعريه هنعمل طبعا طبيخ يعني رز بشعريه ومعانا حله على النار، طبعا بنحط زيت على سمنه عشان الرز يبقى مفلفل، حبه الزيت يخلوه مفلفل. نحط سمنه كده، السمنه صحتها اهي مع الزيت. ننزل بقى بالشعريه كده، كميتها كويسه، كميه كويسه على قد الرز. تتحمر بقى ايه، ننزل بالرز، الزيت ده بيخلي الرز مفرفش طبعا وجميل ما يعجنش في بعضه. نحمرها بقى، خدت اللون الذهبي الجميل اهي، نروح نازلين بقى بالرز ونقعد بقى نقلب فيه لحد ايه، لحد ما يفلفل كده في بعضه. يتقلب كويس، لازم يتقلب شوية كده على النار مع الشعرية عشان لما يستوي يبقى مفلفل وحلو. يعني مش اول ما نقلبه كده نروح نازلين بقى بالشوربة وكده، لا اهو قلبت حوالي يعني ايه 3-4 دقايق كده، نيجي كده وهو على النار بقى نشوف اللوبيا. اللوبيا خلاص اهي، اهي بتغلي حلو قوي. الصلصة ننزل باللوبيا، اهي اللوبيا نزلتها، بصوا بصوا جميلة جميلة وصلصتها حمراء وجميلة عشان اتثبتت كويس. هتغلي بس يعني دقيقتين ثلاثة، تغلي كام غلوة كده وهطفي عليها لان هي كده كده مستوية، هتشرب بس مع الصلصة، تشرب هي والصلصة في بعض كده ونطفي عليها مش تاخد وقت. نغطيها بقى من ايه ونشوف الرز اهو. بصوا بقى لما بيتقلب حلو بيبقى، بصوا عامل ازاي، في بعضه مش داخل في بعض خالص. كده تشوح كويس قوي، معانا بقى الشوربه اهي، نحط له بقى ايه ادي قوطه اثنين ثلاثه اربعه ونكمل ميه. ليه؟ عشان لو حطينا له شوربه خالص يبقى هيعجن في بعض، عشان بيبقى فيها ايه دهون من الفراخ وكده سمنه. نحط المعلقه كده ما يعرفش يعاير الرز اهو كده مظبوط، كده 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 مظبوط. لو بيشرب هتزودي شويه، انا الرز المصري ما بعديش نص كوبايه. بقى الملح بتاعه مش هنحط طبعا ملح كتير عشان الشوربه فيها ايه متحيقه. نحط بقى ندوقه ونغطش عليه الشبك، نغطش عليه واوريكم بقى ايه ان شاء الله لما يستوي الفراخ في الرز، الفراخ في الفرن بتتحمر
وكمان اللوبيا خلاص اهي اهي بتغلي اهي، غلوتين كمان وهحط عليها واوريكم بقى الاكل لما اخلص ان شاء الله. ودلوقتي بقى بعد ما اكلنا خلص وحطيناه في الاطباق اهو، الرز، الفراخ، الفراخ اتحمرت متحمره كده في الفرن على فكره زي ما تكون محمراها على النار بالظبط، وده احسن. انا دهنتها، تدهنيها سمنه او تدهنيها زيت اللي انت عايزاه، وحطيها في صينيه ما بتلزقش ودخليها الفرن، هتتحمر معاكي كانك محمراها من فوق بالظبط، وجميله ومتحمره من جميع الاتجاهات. وكمان في ميزه في تحمير الفراخ في الفرن، انها بتسيح الفرن، السخونيه بتاعه الفرن بتسيح الدهون اللي تحت الجلد والحاجات دي، يعني ما مش هتلاقي فيها سمين من جوه خالص. ودي اللوبيا بتاعتنا، وده الرز، ودي كانت اكلتنا النهارده. وما تنسوش تدوسوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وتقولوا لي رايكم في التعليقات، رايكم يهمني، وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد.